المبادره الرئاسيه حياه كريمه والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجلى بمحافظه سوهاج في أبهى صورها من خلال استهداف كل القطاعات الخدميه التي يحتاج اليها المواطن في محافظه سوهاج حيث استهدفت المبادره قطاعات الصحه والتعليم ومياه الشرب والكهرباء بالاضافه الى الصرف الصحي والطرق وغيرها من القطاعات المهمه حتى وصلت الى زراعه الاشجار في الشوارع وفي مقدمتها الاشجار المثمره قريه ام دومه بمدينه طيما بمحافظه سوهاج واحد من القرى التي استهدفتها المبادرة وحولتها إلى قرية نموذجية من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية داخلها وفي إطار خطة المحافظة لاستيعاب كثافات الفصول وإتاحة المناخ المناسب للطلاب تم توسعة مدرسة مجمع أم دومة الابتدائية وتم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة وصلت إلى 3 ملايين و ألف جنيه موفرة 12 فصلا دراسيا وتتسع ل 620 طالبا وطالبة خدمة لأبناء القرية ولخدمة أهالي القرية أيضا تم إنشاء مجمع خدمات حكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وكذلك إنشاء مجمع خدمات زراعية وتطوير مركز شباب أم دومة بالإضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان تم بناء مكتبة عامة بالقرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تطوير قرية أم سوف يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرها بالشكل اللائق مع تغيير واقع الريف بقرى سهاج